افتتح سعادة الدكتور ماجد بن علي النعمي وزير التربية والتعليم معرض مشروعات طلبة التعليم الفني والمهني بمعهد البحرين للتدريب الذي تقيمه وزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بدعم الابتكار والإبداع الطلابي في مختلف المجالات. تولي وزارة التربية والتعليم اهتماما كبيرا بدعم الابتكار والإبداع الطلابي في مختلف المجالات من خلال تنفيذ الأنشطة والفعاليات التربوية المتخصصة، ومنها المعارض التي تتيح للجمهور الاطلاع على مشروعات الطلبة الموهوبين والمتميزين. في هذا السياق افتتح سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم معرض الإنتاج المدرسي العاشر ومعرض إكسبو كورنر بمشاركة 70 مدرسة حكومية وخاصة إلى جانب معهد الأمل للتربية الخاصة. هذه المعارض التي تنظمها وزارة التربية والتعليم الهدف منها إتاحة الفرصة لأبنائنا الطلبة والطالبات بعرض إبداعاتهم التي استفادوا من الدروس التي نالوها سواء تطبيق عملي أو نظري أو منظومات إلكترونية تم إدخالها في وزارة التربية والتعليم. وفي الواقع هناك إبداعات ومشاريع متميزة سنحرص في وزارة التربية والتعليم على دعمها. وقام الوزير بجولة في أركان المعرض الذي اشتمل على 70 مشروعا متنوعا نفذها الطلاب والطالبات من المدارس الثانوية ومركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني في إطار تخصصاتهم الفنية والمهنية، ومنها صيانة الأجهزة الطبية وتقنيات الحاسوب والوسائط المتعددة والميكترونيكس والإلكترونيات والكهرباء واللحام والفابريكا والسيارات والديزل والتبريد وتكييف الهواء وطباعة وإعادة التدوير والتشغيل المكاني والدراسة التجارية. صممنا برنامج أمن متكامل وهي لأمن لفحص السيائير عند مركز ناصر، فمسوين كنموذج مودرن تكنولوجي لفحص السيائير. كانت نظام قديم اللي هو المناظر، كنا نشيك بس على اليمين واليسار والمقدمة والخلف، أما الحين نقدر نفحص السيارة من كل الجهات من تحت من يمين ويسار وخلف وأمام وفي الوسط. مستخدمين كمشروع إنه أول ما ينزل مي الرطوبة على اللوحة تنفتح المظلة ونقدر نطول نخليها شمسية، أول ما تطلع الشمس تتفتح وبس تغيب الشمس تسكر. سوينا مشروع اسمه البيت الذكي أو سمارت هاوس، وعبارة عن استخدام جهاز التحكم بالأجهزة المنزلية باستخدام تطبيق البلوتوث. هو عبارة عن استخدام هاتف للتحكم بالأجهزة المنزلية، مثلا حق ذوي الاحتياجات الخاصة أو كبار السن اللي لا يستطيعون الحركة بسرعة، وأنه يتوفر جهد عليهم. مشروع اللي هو الزراعة الهوائية يتكون من محصول سمكي ومحصول نباتي. نستخدم فيه الجرولايت، عبارة عن عملية البناء الضوئي بديل عن الشمس، ونخفف منه الأيدي العاملة باستعمال الروبوت يوكل السمك من فترة وفترة من الزمن، ونستخدم معه الخلايا الشمسية. وأشاد الوزير بما شاهده من إبداعات طلابية متميزة تؤكد النجاح الذي حققته الوزارة في الارتقاء بقطاع التعليم الفني والمهني على كافة الأصعدة، خاصة استحداث التخصصات النوعية المناسبة للبنين والبنات وتشجيعهم على الالتحاق بها وفقاً لميولهم وقدراتهم من خلال مشروع الإرشاد المهني وتطوير المناهج الدراسية بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وتنفيذ برامج التدريب الميداني تكوين بالتعاون مع العديد من مؤسسات سوق العمل، إضافة إلى دعم الإبداع والابتكار الطلابي في هذا المجال. وأشار الوزير إلى أن آخر الإحصائيات كشفت عن ارتفاع نسبة خريجي الشهادة الإعدادية المنتقلين لهذا القطاع بالمرحلة الثانوية إلى 37% من إجمالي عدد الخريجين. وأكد سعادة الوزير مواصلة الوزارة جهودها للنهوض بهذا النوع من التعليم، حيث تعمل على التوسع في تطبيقه ليشمل مختلف المدارس الثانوية وتواصل تطبيق التخصصات الجديدة الملبية لاحتياجات سوق العمل، ومنها تخصص أجهزة القياس والتحكم الذي سيطبق لأول مرة بدءا من العام الدراسي المقبل.